بطبيعة الحال اللي كتشوف الخدمة الدراري اللي تكرفصات من مكتب مديري من مكتب من لجنة تقنية من لاعبين من لاعبات، فالتتويج فهو أكبر حاجة كيختار أي رياضي كيوصل له. بطبيعة الحال بس تقدر تتوج المدينة ديالك وتخليها في هي الأولى، بطبيعة الحال بالنسبة لنا هذا واحد الشعور واحد الإنجاز تاريخي اللي مع الزمان عادي عادة نقدروا نحسوا باش نوع منا. شنو سير تعلق فريق هذا العام باش دار ثلاث ألقاب؟ العمل الجدي اللي تعمل هذه الخمس سنين هذا كيعطي الأوك ديالو، ما كاينش شي باكيت ماجيك ولا كاين العمل ثم العمل، هادشي اللي كاين. توفيق. عبد الرحمن الرحيم، أول حاجة كنبغي نشكر بنات بعدا على مجهودات اللي قاموا بها طول السنة. الازدواج ديالها ما جاتش سهلة، راه بداو بدينا العمل في شهر 9 لحد الساعة حنا باقي 10 سبعات سالينا بعد مجهود كبير 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 بزاف اللي اللعابة الطاقم التقني الطاقم الطبي مكتب المسير، الحمد لله استطعنا بالنقل هذه الفيزيولوجيا هذه وفرحان بزاف. شكرا بزاف. شعور واعر بالنسبة لي، هذه أول مرة كناخذ الدوبلي الشامبيونة، خدمنا عليها بزاف والحمد لله جبناها، فرحنا الجماهير الطنجاوية ما جابوهاش الدراري حنايا جبناها، الحمد لله فرحانين هاد الليله هذه ما غاديش نعتبر الفرحه. شنو سر التعلق ديالكم هاد العام باش تخديتوا ثلاثه ألقاب؟ الخدمه المثابره الاجتهاد، كنخدموا كنترينيو ما كنجلسوش ما عندناش لي جوغوف، الانسجام في الفرقه كبير عندنا بزاف والحمد لله دائما كنقولها كتكون الخدمه كيكون النتائج. مبروك مره شكرا بزاف. اليوم كتسوج بلقى البطوله اول مره؟ انا فرحانه بزاف، عاجبني الحال، فخوره بصحاباتي بكاع الناس اللي كيساندونا كاع الجمهور، الحمد لله فرحناهم وربحنا في ثلاثه لي ماتش الحمد لله والله الا فرحانه. شنو سر التعلق ديالكم هذا العام باش خديتوا البطوله وكاس العرش؟ لونطريمون كنترينيو، الثقه ديالنا في صحابنا، الكوتش كيثق فينا، كلشي جاب الخدمه الحمد لله، كلشي جاب الخدمه، كنعيننا على هذا الكاس هذا من الاول كنعيننا عليه والحمد لله. الحمد لله. مبروك مره اخرى. الله يبارك فيك ليلى. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.